كل اللي بعد كده عندي هو الريكورد من الريكورد اخدتي ازاي اليوزر اللي بيدخل الويب بيج ما يسيبليش اي فيلد فاضي، اكبر ان هو لازم ينتهي. ده زي ما احنا برضو متعودين ان احنا هناخد فورم وهنديها نيم اسمه فورم 1. بعد كده هكتب student name، ده الاسم اللي بيطلع قدام التكست بوكس. بعد كده هكتب input type equal text، بقول ان انا عايزه تكست بوكس ولازم اسميه تكست 1 او اسميه اي اسم تاني، بس لازم اسميه، لازم اديله نيم. بعد كده هكتب input type submit، دي عشان ينقلني لحد التسجيل للصفحه اللي بعد كده. الفاليو زي ما احنا قلنا قبل كده برضو انها دي الاسم اللي بيطلع لي على البوتن. وبعدين هبتدي استدعي الداتا اللي هي F1 وهقفل الفورم وهفتح سكريبت براكت سكريبت عشان ابتدي اكتب الفانكشن اللي عندي. هكتب اسم الداتا فانكشن F1 وافتح الكيرلي براكت. بعد كده هكتب افتح البراكت form1.text1.value equal والهاي كوتيشن هسيبها فاضيه. ده معناه ان هو لو انت ما لقيتش value في التكست بوكس طلع لي alert message فيها required field او اي مسج انا عايز اذكر. بعد كده بنهيها بالسيمي كولن وبقفل البراكتس اللي عندي وبقفل السكريبت وبسيب زي ما انا متعوده فايل سيف از وبكتب الاسم .html وبعمل سيف وبعدين بشوف النتيجه اللي طلعت عندي. هنسيب الفيلد عندي فاضي واعمل سن هيطلع لي alert message فيها required field. يبقى احنا خدنا في الدرس ده ازاي اتحقق من البيانات اللي داخله من خلال طول الفيلد length، وعندي من خلال required field ان انا املى كل الحقول اللي عندي في الويب بيج. كده احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده.